السلام عليكم. الزول في لك يا ميهوب، شو سي مون فخير، ما نبقاش ما نطولش عليك بصح نتايا، اقسم بالله ان الدين اللي ما يحبكش، اقسم بالله اخويا ميهوب انا نحبك من قلبي. شوف اخويا، تشما مونتري بوكو دو شوز، يفو دير لا فيغيتي، ميم المسلمين يتعلموا عندك اخويا ميهوب، يفو دير لا فيغيتي. كيفاش كومو تو تكومبورت افيك تي زونفون، كومو هذه هذا انا هذه انا نموت عليك اخويا، انا جو تير شابو العزيز اخويا. مام المسلمين يحبوك، يفو دير لا، ما يحبوش يقولوها بصح جو سوي زعما انا نقولها اي في بلاصتهم. فو دير لا فيغيتي مون فخير. انا شوف، انا بقيت نحوس في الله، كي تدير لايف تاعك باش كنت مقلق توت لا جورني، كنت مقلق اليوم ما خدمتش، كنت مقلق غير حكي حل اخويا ميهو. نو فيفا نو، انا نستعرض بك اخويا ميهو، انا قبايلي مي شو كوميم ان الجيريان، فهمتني؟ فوالا، شو افون تو شو ان الجيريان، على بالك واش صرا في الجزائر وكاع. بصح اخويا الحبيب العزيز، انا شتو تيغ شابو، تو كخوا واش حبيت اخويا؟ اخويا واذا بغيت تعبد رونجاس ولا لي بوط، ما على باليش، ليسونسيال هذيك الانتيليجونس، هذيك واسمو ليمانيتي كي تو ديجاج، يا بيرسون ما كاش اخويا حبيبي. انا جو سوي ريكونيسون فيغ توا، تعلمت بزاف حوايج اخويا. فوالا، هذا ما كان حبيبي العزيز، جو سويت بون سونتي، لا جوا في ميرسي حياتك يا حبيبي. ميرسي خويا، يعطيك الصحة حبيبي، شكرا. صحيت. يعطيك الصحة، شكرا شكرا. كبسوا كبسوا يا جماعة، كبسوا كبسوا، يهديكم الله ويتوب عليكم. شو نطلع هذا؟ شو نطلع ميهوب؟ ميهوب راح يطلع معايا. تفضل معنا سي ميهوب. طلع معنا سيمي هوبا سيدي، نسلموا عليه باش يولي بان هذا الكونت هذا. معتز معتز، لقد أعزك الله بإنترنت ضعيفة، والله أعزك الله بإنترنت. صلي ميزامي، صحيتو صحيتو. أزول سيمي هوبا، أزول فلي، بونسوار. اي زب احنا نحبو مودا صافي شمال ندمون دي طلعنا صافي سي مو لا بس خويا الحمد لله نقولوا الحمد لله نقولوها ونعاودها ماشي مشكل مي بصح صح لا فيريتي مش انا فريمون ستعرف بيك فريمون ستعرف بيك انت يا يعني انا واش نحب وين نريح بزاف في اللايف كي نشوفك انت ونشوف كي اسمو جلول ونشوف اسمو سي لي ميور سي لي ميور في لايف لي زالجيريان كي في دي لايف يا 4 5 بيرسون اللي نسمع غير دوما كنت انا صوم كنت نصوم كنت صوم ندير هذيك لا روليجيون شغل انا كي نفكر كيفاش نصوم كيفاش نصوم شغل في الدار موالفنا موالينا داروا لنا شغل لا كونكيرونس شكون يريح طيعد الشيخ باش ناكلو في الدار هاي لا كونكيرونس باش يولفوا الارمال باش يولفوا مي يا اوكين كروايونس يا اوكين كروايونس لا دوسو سي جوست لا كونكيرونس اخواتنا تو سا لي كوزان شكون يريح الدنا الشيخ باش ناكلو انا سافي دا الاوردر دو الاوردر دو لي ميم دو فيلاج مي يا اوكين كروايونس لا ان طونك نغرونديس تو سا نشوفو الدنيا كيفاش ماشيه
كيف شفنا الاسلام هذاك ان اكزيست با ان اكزيست با يا ريان اوكين ريليجيون اوكين ريليجيون اكزيست سي دو خورتي جيسبير ان جور لي جون يوليو يفهموا بلي هذاك تمسخر كاع هذاك كاع تمسخر هذا ميرسي يا حبيبي ميرسي مون امي كلش تمسخر هذا كلش هذا هو تمسخر تاع الدنيا هذا اللي دات الدنيا جيسبر كاع الناس يفهموا شويه يا ربي يا ربي العالمين يفهموا الناس هادو الخرطي تكون لامور اونتر لومانيتي يتحبوا الناس كاع يتحبوا الناس يتخرطوا الناس كلك سوا لا كولور تاعو كلك سوا لوريجين تاعو كلك سوا لا كولتور تاعو كلك سوا اللغه تاعو يتفهموا يهضروا يحلوا اللغه الشمال تاع الديمقراطيه في الدنيا هذه باش يتفهموا. هيا اوكي ميرسي ميرسي اون فوا لي ميت كوتي. هيا ميرسي حبيبي هيا خلاص هيا غدوا نعاود نطلع ثاني هيا احكي لنا قصه اخرى ميرسي مون صح ميرسي ميرسي وي كمال 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 يا كمال وما يشاف اللي طلعت معايا انت يا وقال بخاري وعلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلي ما كايناش قريت هذا جواب تاعك ما عنده حتى معنى تقدر تكون بريسي هكا باش نفهمك واش راك تقول انت تقول بلي الاسلام ما كاش ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير خرطي بصح باغي نسقسيك زعماك انت اللي قاري انت اللي قاري علاه في السعوديه مازال يصلوا ومازال الناس تروح تحج هاد الناس كاع غالطين هادي تلت ملايات على المسلمين كاع غالطين ملايير قالوك انت زعما قالوك انت ميهوب تجي تقول لهم باللي الدين غير الخرطي بصح باين سقسيك سقسيني يعطيك الصحة بصح كيفاش عندك الصحة واحد كيفاش واحد عنده الصح وزوج ملاير مسلم زوج ملاير مسلم غالطين هذه عندك الصح فيها في الحقيقة غلبتني ها غلبتني فيها كيفاش انايا عندي الصح انا وبالك خمسة تاع الناس ولا مليون ولا مئات الف ولا كيفاش عندنا الصح وزوج ملاير يغلطوا مستحيل هاو كيما في السعوديه شوف السعوديه هاو 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 بين سقسيك يوزن سقسيني انا من سيك انا جارك اسمع مليحة اسمع مليح وخمم مليحة خمم مليح المصيبه اللي درتها دروك باسكو يديرها واحد ما عندوش العقل بين سقسيك شحال كاين بشر في العالم انا قريب 7 ملايير اكثر انا قريب 9 ملايير كاين اسيدي نديرو 8 ملايير كيفاش بين سقسيك كيفاش 6 ملاير ما يأمنوش بالقرآن ويقول لك محمد كذاب وكلش وزوج ميهوب انا راني عارف باللي ذاك الدين تاعنا كاع حرفوه والناس اللي فاتوا قبلك وقبلنا قال لك الاسلام هو جاي يسقم كاع لي زوت ريليجيون فاهم ولا لا انا قاعد مسلم حتى الممات فهمت ولا وانا كي نشوف هذا زعما تشفني كي انت كي داك الناس اللي تصنتوا لك تشفني زعما نلقاك هكذا خلاص اش بغيت نقول لك ميهوب انت تهضر على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انا راني عايش هنا في تولوز على بالك بلي دروك الغريانه عندها قانون باش دير العيب اكات خون سيزون دير العيب تشوف واحد عريان تشوف الاخر فهمت ولا لا كيفاش 4 سيزون دير العيب اكات خون سيزون اون بو فوار فوالا ا سيزون القوانين اللي خرجوهم انا كاع في اوروبا زعما حنا نهضوا على الاسلام نهضوا على الاسلام نقولوا بلي خايب لا الاسلام مليح وزين 6 سنين دير العيب دروك نورمال 6 سنين 7 سنين وهي تحكم في روحها شكون اللي مهابيل المسلمين ولا الكفار لا كفار بيان سير والله لا خلعتني هذه المعلومه ما نعرفهاش انا ما لعبتش فيها كاع اوروبا ولات كيما هاك ست وانت ساكن في ليترونجي انا شوف انا زايد في فرنسا ونقول لك انا مهود نعيش تماك في الجزائر نموت على الجزائر جزائري قلت ما تسكن في تولوز ها في تولوز انا نسكن في تولوز واه في تولوز 5 سنين 6 سنين البنات يديروا العيب ها واه واه في اوروبا
عنده لا صحاب قال لك انا راني في تولوز، وفي تولوز البنات 5 سنين لا انت 6 سنين ماكش في يديروا تولوز. العيد. لا هذه غير قليله، ما تقليش عليا اختي. انا نهار الواقع وين شفت، وين شفت البنات خمس زعما سنين غادي ست نقول لكم سنين حاجه. شوفي ايه كي انت كيمي هوبه غادي نقول لكم حاجه. ايه اوروبا دايرين علينا، دايرين علينا وغادي يحاوزونا بالكتبك، فهمتي ولا لا؟ كي اللي يقطع في الاسلام، كي اللي ما يقطعش فيه غادي يحاوزونا بالكتبك. غادي كابتك ولايتك هضري في الدين، ما سمعتهاش مثلا ود بلادي. واه اسمع باريكو، قلت لك انا من سيك حداك. لا من سيك سيك اسمع، واش قالت لك ود بلادي؟ قالت لك هادو شكون تعطيتها معلومه وهي طلعت تسقسيك، قالت لك هادو 5 سنين 6 سنين يديروا العيب في تولوز. قلت لك في ليكول، في ليكول راهم يوردوا لهم كي تعري روحك. هذيك شتاهوا هادوك دوك زوج حبات عبيض شتاهوا، فهمتوا لا؟ تاع كي يدير في ليكول. واش يقرهم في ليكول؟ ها؟ قرهم كي يديروا لامور، لو سيكس، لا شات. يرحم باباك، يقول لهم لا شات في المسيح. يرحم باباك. وي بيان سور، انا عندي ولاد. واش قلت لي زايد في سيك ولا في فرنسا؟ ما فهمتش. قلت لنا انا وليد سيك. والموت على سيك، تعرفي سيك انت؟ كي قلت لنا انا وليد سيك بصح قلت لنا انا زايد في وكابر في فرنسا، ما فهمتش. كابر في فرنسا والموت على الجزائر، جزائري ومسلم. واللي ما يبغينيش واحد يجي ما يشربش. نص زاد في سيك ونص زاد في فرنسا، ما فهمتش. شا ما فهمتيش؟ قلت لك زايد في فرنسا. زيت في فرنسا. واه وباسبور عندي دوم ناسيوناليتي. زيت في فرنسا ياك. فهمتي ولا لا؟ انت يا جيتي امس. خليها بارلو فرونسي. زيت في فرنسا. لا في توغرت. صح كي زيت في فرنسا في المسيد يقولوا لهم لاشات. لو ساكس. في الاوروب هذه كاع امينه في عنده الصح. لا قال انا ويهضر على لي كوم ديدوكاسيون سيكسيوال اون فرانس، مي جو سي دو كوا جو با. انا على بالي امينه كيما نيت. راهو يقول لي في المسيد يزيتيليز هاد لو تيرم. ما تعرفش امينه هذه، ما تعرف يا امينه ولا ما تعرفي انت. يزيتيليزيو يقول لهم في المسيد يقول لهم لا شيء. قال لك عنده احكي لنا، قول لها كاع في اوروبا راهم يديروا هاد الشيء هذا، راهم يعلموا 6 سنين 5 سنين يعلموهم العلم. وي بيان سور دان توت لي زيكول. On apprend aux enfants, bien sûr. Il y a eu des manifestations et tout ça. Ramenez-vous là, t'as tout beau. Ah, ils m'ont bien sûr. Ils ont dit les gros mots. Ils ont dit que c'était en France. انا مزيان مانيش عايش فرنسا خويا، ولادي يعلموهم العيب، ولادي يعلموهم العيب بصح 5 سنين 6 سنين. في لا نوفيل لا نورفيج يكرهوا العرب. لا بصح انا ما احنا ما يعلموهمش العيب 5 سنين 6 سنين خويا، هذه خلعتني فيها المعلومات. والله خلعتني 5 سنين 6 سنين. سي لون توت لوروب ميهوب. لا احنا مازال احنا مانيش داخلين في هذاك لينيو اوروبيان، بالك انتم لينيو اوروبيان المعلم يعري عليهم في المدرسه. اي وي لا ريولي. اليوم قعدت عاقل ليهم اللي ما هوتنيش، مولا بغيت دير لي هاك ولا نهضر معاك تزعف تهودني ديرك، ما تقوليش الحق. لا اليوم عجبتني، اليوم تهضر بيان. ها؟ اليوم تهضر بيان باسكو ما نعرفش فرنسا، اليوم انت تهضر لي على فرنسا. معليش نقص التلفزيون ولا شو هذا؟ لا راني برا، شكون هذا اللي قال بيرات ولا؟ فيزيون ريدويت. لا بروميير فوا نطلع معاك يا، كل يوم نتفرج عليك، كنت نتفرج عليك على اليوتيوب. يا بيان خويا، مرحبا بك. وي المهم وشنو هذاك زعما كاين منها؟ وشنو؟ زعما كاين منها؟ تاع ليكول هذاك يتعلموا عليه وحدك يا خا. واش رايك انت يكون ولادك هكا ترسلهم المدرسة ولا تخليهم في الدار؟ كل معلم يعري عليهم. ما كاش منها هادي على بالك، ما كاش منها. كيفاش ما كاش منها؟ ما كاش منها. باش يوري لهم وشنو هما الاعضاء الجنسيه ويعلمهم. لا بطريقه واحده اخرى برك، انت كي قلت هكذا قال لك ايه، راك شايف شكون دخلك في اللعب، راك شايف انت اللي هضرت، فهمت؟ ولا ما كانش عنده هذوك الاشياء يجبد لهم ويوري لهم. لا اسمع خطاش العباد يعرفوا غير يطرشوا كيما نتايا، فهمت؟ هذا ما كان، ما عندهمش دليل، ما عندهمش حجه، شايف؟ وفي رايك ما يقرهمش، واش يقرهم ده؟
ما شكيتش يعني حاجة هكذاك، يعني حاجة يعني شغل حاجة هكذا بسيطة، فهمت؟ وشنو بسيطة فري؟ ماشي لازم الواحد يهضر، فهمت؟ ما جاياش ما لازم يطلع في لايف بصح ما لازمش يهضر. انا ما نقدرش نهضر، فهمت؟ كاشمان لا لا ما رانيش بلاصه يعني اللي نقدر نهضر. شوف شوف بس كنت دار لك ايدوكاسيون كذب، لو كان عري عليك المعلم كي كنت صغير 5 سنين كون ما تحشم دروك، كون قلتها انا نورمال. هاك شوف هذه الفوائد انت واحد، هذو اللي كيعري عليهم المعلم 5 سنين كما قال لك هذا وعلموهم يديروا العيب، كان انت علموه كيما هذو تاع فرنسا والاوروب وكلش كون ما راكش تحشم دروك وراك طلعت. ايه فوالا الله شوف هضره ترجع شغل سبونطاني يعني مسرح يعني. المهم يا خويا صافي بليزير طلعنا معاك، مرة جاي نقصروا ان شاء الله، انا معاك انا لتحتها بر، ربي يحفظك خويا. ميرسي 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 يعطيك الصحة. سلام عزول. عزول مدام سافا vous allez bien؟ très bien. تي طلعتي معايا افو مدام؟ oui une fois oui oui une fois c'était vite fait oui non mais c'est juste par rapport à ce qu'il a dit l'autre là مدام سيتي دو سارك مدام سيتي دو ساركازم bien sûr qu'on sait que c'est pas vrai mais c'est comme ça que ça se propage les idéologies, les fausses idées surtout. C'est comme ça que ça se propage. Oui, mais c'est pour ça qu'on est là, madame. C'est juste pour... Ouais, exactement. Pour... il faut vraiment, vraiment être derrière ce genre de personne bah, qui est née en France en plus, qui est musulman, qui aime l'Algérie, mais par contre, il vient encore à Toulouse. Toulouse, c'est ça? Et à l'école, on leur apprend, bah, je suis ici sur Paris, ça fait 10 ans que je suis ici en France, et il n'y a jamais eu un truc comme ça, c'est hallucinant. Bah oui, il y a de l'éducation sexuelle. Je m'en rappelle quand j'étais à l'école, même en Algérie, j'étais quand j'avais le module scientifique, la science naturelle. Bah oui, on nous apprenait en arabe, c'est quoi le sexe, comment il se produit, comment avoir un enfant. Bah c'était en Algérie. Bah oui. Dis celui-là, je suis Kabyle. Là, en arabe. Je t'ai posé une question. Est-ce que tu as eu le cours hein? Parce que moi, je l'ai pas eu en Algérie. Non, mais je te jure que je l'ai eu. Je te jure, en 9e année, je pense, c'était avec un enseignant de sciences naturelles, Ulum Tabiria. Et tu vois, le système génital de la femme et tout, et celui de l'homme, on les a étudiés. Le Qadib, c'est quoi? Bah, je suis pas trop trop forte. Je te crois, je te crois. Je suis pas trop trop forte. J'ai une très excellente mémoire. Je suis pas trop trop forte en arabe, mais franchement, c'est des choses qu'on nous a appris à l'école. Moi, celui qui me dit que j'ai jamais eu ça à l'école, c'est-à-dire soit il a jamais été à l'école. Sam, je te crois. Je sais que Kaïn fil Moqarrar had le programme, had le cours. Mais Anaïa, pour mon cas, la prof sortait-elle le cours? وقتنا هذا ما يتحكمش قتلنا هذا ما يتحكمش ما نديلكمش عليه لا فرض امتحان ولا سوتي لو elle avait pas le droit elle avait pas le droit c'était dans le programme c'était dans le programme il fallait qu'elle l'enseigne aux petits comme ça il sera pas frustré quand il sera adulte il sera pas frustré quand il sera jeune un jeune adulte regarde il y a un mec qui vient de passer là Mihoub lui demande est-ce que c'est vrai, comment ça s'appelle, il osait même pas dire le mot. En fait, l'être humain, le corps humain, si je dis les yeux et si je dis le sexe d'en bas, la chatte ou le pénis, c'est la même chose. Ça fait partie du corps humain. Mais notre éducation... en fait, certaines personnes, je vais pas généraliser, elles ont eu une éducation à part apparemment, je ne comprends pas. Par contre, c'est des trucs qu'on a eu à l'école, hein, la vérité.
Merci, madame, merci, merci. Je vous en prie. Je pense que c'est vrai, ça existe dans le système, mais le problème, comme a dit Amina, il y a des endroits où le mu'allim, il faut aller les mourir, il faut aller les mourir, il faut aller les mourir. Oui, je sais, ça existe sur le programme, mais il y a des profs qui ont dit que le prof dit qu'il n'y a pas de cours. Elle l'a annulé, et elle a dit qu'il n'y a pas de cours. Elle l'a jamais fait, on n'a jamais eu le cours. Incroyable. Et dire qu'on était C'est pas dans le des même endroits dire qu'on était dans le même pays. isolés, qui n'hadalek à Alger. Ah non, moi je suis de Tizi Ouzou, donc voilà. Merci, merci Sam. Merci. جماعة فقط أهل السنة والجماعة ما خصنيش واحد يطلع معايا و سيلفو بلي خلونا نديرو شوية دي ديبا ولا واحد يبغي يحكي لنا قصة الخروج تاعهم من الإسلام. فازي زيدان خويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا سي عمي ميهو انا مسلم غير فاش بدات كنت تهضروا على هادشي ديال ليديكاسيون كنتفكر حنايا في النشاط العلمي في الرابعة ابتدائي في المغرب عندنا واحد ديسان ديال الانسان كيفاش تطور من شامبانزي ولا من قرد كيفاش هذيك مراحل التطور وعندنا هادشي في النشاط العلمي في المغرب وواحد حاجة أخرى كيقول لك في المغرب عندنا الهومو سابيان لقاو أقدم هومو سابيان في المغرب عنده 300 ألف عام هذا الشيء كيأكد على النظرية ديال التطور وما فهمتش أنا زعما كيفاش زعما النظام كيبين لك التطور وفي نفس الوقت زعما كاين هاد النظرية ديال الدين فهمتيني شنو بغيت نقصد لك اخي ميهو ما على باليش خويا ما بون بريمير نظريه التطور ما تخشش على البشر اليوم ولا من القرد مانيش عارف مين جبتها هذه وقيله في المغرب مانيش عارف الشيخ داروين محمد السادس هو اللي جاب هذا الكلام هذا مي نظريه التطور الدول الاسلاميه بزاف يقروها راهم يقروها في الجامعات يقروها مانيش عارف فهمت ومنطق يقروهم الدين سيقروهم يعني الدين كيفاش انا جاي تعتمد على نظريه الطين بيان سور تعتمد على نظرية الطين وما عندهم خيار مي علميا راهم يقروهم جو بونس في الدول الإسلامية ماهيش حاجة بيزار ولا ايوا فوالا يا ريت سلامة سلام أخويا سلام شوي ديزولي ما في السلام عليكم انا اخوي Oui, madame, si tu veux tout d'abord, c'est avec respect depuis fort longtemps. Il y a des mots d'un insma. Bon, même si je ne suis pas d'accord, mais il y a la différence. Il y a non seulement tu es intelligent, tu es malin. Quand tu entraînes la personne au raisonnement, et khoya barak Allah fik, yatik saha. Man ma nqdr la naqdak la walu. Wala wani mokhtalef ma3k fel afkar. Bravo alik. Khassat li aqb mqbil w qal la chat w kaa ma hadi subhanallah. Maalish, mihob. Kemmel kima rak. Ana ma nshajjakch. Maji bach nshajjak. Kemmel kima rak. Barak Allah fik. ولك كل احترام رغم اختلاف الافكار جذري يعني بارك هذا ما كان ما نطولش عليك بارك شكرا الله لك فيك يعطيك الصحة هذا من فضلك الله يسلمك بارك الله فيك السلام عليكم ميرسي ميرسي يعطيك الصحة بيان سور جي كومبخيمي ما حبيتش لازم نخلوه فتخلي شيء اسود لازم نكون تكتيكي السلام عليكم سلام خويا واش به بخويا صباح لاباس الحمد لله باش نرجع لك لاحسن شوز تقدر تنقص التلفزيون خويا ولا عندك عندك صح La seule chose qu'il ne faut pas y faire,
عندك مثال؟ عندك الحق انت تعود مثال ملحد؟ عندك الحق، عندك الإلحاد بي لا سيل شوز، ولا مثال تسب في محمد ولا فيك باسكو اون ا دي سونسيبيليتي. ما تسبش قال انا ملحد تو سامبلومون. Je t'ai posé la question. Quelle question, oui, ma femme? Vous dites que Matsib, Mohamed, Matsib, des gens, Bifem. Non. On a une seule Bifem référence, c'est le Coran. Le Hadith, je vois un bad de 400 ans. لا بيرسون اوبلي مثال الانسان ينسى. انا ما والله ماني شاب. متزوج ولا ما كنتش متزوج؟ كان متزوج بعيشه. ايوا عيشه. اسمح لي انا شتي دون لي. لا لا ماشي عيشه، ماشي ما كانش متزوج بعيشه. كان متزوج بنو خديجه، هذيك اللي عندها دراهم. ايه اللي بعثته مثال في مثال باش يروح يدير لها الكوميرس الصحه. برافو، هذه كان عنده 40 عام وبعثته يدير لها الكوميرس الصحه. تقدر تجيب لي وين نلقاها في القران هذه؟ ما تستعمليش هذوك الاحاديث اللي جاوا ربع قرون من بعد. هذوك فو. قالوا اعطيني هذا الكلام اللي قلتوا لي دروك جيبوا لي من القران. شوف يا اخي الان كيفاش جبتهم انت يا اخي؟ يا اخي نقول لك كلمه. شوف احنا مثل الاحاديث كل تحطهم في لابوبال نبدو بالقران بوالا بيان. جيب لي ايه غلطه برك. معليش يا ديرس، بالنسبه لك انت ما هو شكل الارض؟ مسطحه ولا كرويه؟ نعم يا كروية بطبيعة الحال. والدرع الدرع الشمس ولا شمس الدرع؟ الدور الشمس وشي قال لك المهم شمس الدرع شي حبي طيحني فيه. مثال دي سيونتيفيك، دي سيونتيفيك قال لك الدور وشيه تأويل القرآن هنا بالك ما نعرفوهش برك. هذا ما كان شمس درع تأويل التفسير مستجري لمستقر لها تجري لمستقر لها. ولا لقيت انت باغ اكزومبل كوكب واحد لقيت فيه ساكنين فيه ناس اخرى كاين بيان سور. وش لقيت؟ لي زومبي ولا لي زيكسترتيزاست؟ سبع اراضي وراء هذاك الحائط الجليدي كاين ارض اخرى. يا اخي يا اخي احنا نعملوا واحد امريكاني راح وكي جا قتلوه كي جا قال لهم انت مازلت من هذاك طلعوا القمر وهودوا. لا لا هذه كيفاش نعمل انا كي طلعوا القمر؟ لا لا هذا يقول لك الارض تدور على روحها وتدور على الشمس. يا خويا احنا نعملوا بالكره مثال الارض كرويه وهذيك هذوما ما يعرفوش برك. انما القرآن أنزل مثال ما أنزل من سماوات السبع. فهمت يا أخي؟ كيفاش ربي مريح في السماوات السبع ونزل؟ كيف شكون اللي هبطوا؟ هبط وحده ولا واحد جابه؟ يا أخي يا أخي هذه مثال لا بويسونس إكستريم لوم دي بويسونس يقولوا لا مثال كيفاش هبطوا هذا الكتاب هذا كان في السماء السابع وبطل السماء السادس السماء الخامس السماء الرابع السماء الثالث السماء الثاني يهود كل صفحه هذيك حديث اخي حديث برك. انما القران كتاب محفوظ ترمذي بوالا بيان. كيفاش محفوظ؟ ما فيها اخي كيفاش محفوظ؟ كتاب محفوظ وعليها بصح في القران في الفاتحه نقولوا الزيرات ولا الصيرات؟ ما فهمتكش في لا كيسيون تاعك. كي تقرا سوره الفاتحه تقول الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم ولا الصراط المستقيم؟
يا اخي ما تطيحش في البياج تاعك، صراط المستقيم وانا وين المشكل تاعك فيها؟ كاين اللي يقولوا الصراط المستقيم. لا اله الا الله محمد رسول الله. روح توب يا اخي، والله قرا البروبليم تاعك، عندك قلبك مليح. سانسيرمون شفتك انا بفعل عندك قلبك مليح. تسمع فيا تو تمسح في القران مكتوب باللي الرسول تزوج زوجة تاع ولده. يا اخي يا اخي شوف مثال، حنا الف بار اكزومبل البارح انا ما نعرفش واش درت، مثال 1400 سنه شكون اللي جاب لك الحكايات هذه؟ في القران، في القران مكتوبه في القران. اعطيني الايات هذه شكون اللي جاب؟ لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، سوره الاحزاب 37. بارك الله فيك تربيع. شوف الحكاية هذه تفسير تاعها ما نقولكش ديجا شو با ايتر ايبوكريت دون السونس و سي فري كاين خلطات، كاين خلطات بلاك في ميم في ما نقولكش في القران في التفاسير برك. انت راك حكم في التفاسير برك، القران كتاب محفوظ ترميني بوان امين، ما تقدرش لا حديث هذيك يجيب مثال. شفتك انت القران عطيتك ايه قرانيه وانت تقول لي حديث، ولو ما هوش يسمع فيا ولا انا قريت له ايه و... ينسى هذا وقيلا. عاود عاود هذه، ما بنسقسك سؤال تقدر تجاوبني بكل صراحه؟ تفضل. بس أمينة قالت حاجة أنا حاب نأكد منها. لا فامي تاعك والديك متزوجين بلا فامي تاعهم؟ فإذا باباك متزوج بتخالته ولا بتعمته؟ هذيك مش ندخل، ما ندخلش في التفاصيل تاع العائلة تاعي، مش ندخل في التفاصيل تاع العائلة تاعي. والديك عندهم سيزر من نفس العائلة؟ يا باباك ويماك ولاد عمه ولا ولاد خال ولا؟ Non, mais savoir quoi dans l'histoire? Non, non, غير سؤال à part. سؤال à part. Est-ce que والديك من نفس العائلة؟ بلاك 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 ما حكينا بلاك معنا بلاك شي لا ما تريد عني كان يعرف يا سامي جون بو بلو مي تا دو لا باسيونس سيبوزون 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 هيا روح بفعل انا بزوجي خاطر سؤال سامنا سامنا غير ما تتعقد روحي تفضلي شكوفي هيا روحي من بعد نمشيو نمشيو انا ما كانش كونفيرم شو كونفيرم وعلاه المشكل المشكل وين؟ لا يا با سوسي يا با سوسي سيتي جوست اون كيستيون كوم سا كوتي وي سي وي سي سا مي المشكل حنا وشي صحيح البخاري هذيك ل 400 سنة كفاه محمد يجيبوا عليه بار اكزومبل الحكايات اللي كان يحكي فيها. شي جوست اون كيسيون اعطوني الجواب برك. 400 سنة انا البارح مش عارف واش تعشيت 400 سنة يقول لك قال لك محمد ما قال لك بس احفظها ربي سنه سنه احفظها ربي محفوظه من عند ربي بس الرسول الله قال لك قال لك الرسول عمر بن الخطاب فيك علي علي ابن الخطاب ما شاف شيء 400 سنه علي بن ابي الخطاب حكاو تكون هذا علي لا كي بفهم اخي اخي نعرف تاثر بها شوف ديجا محمد كي مات محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يديتي يومين هو قاعد مثال ميت في الدار. اه هذه مكتوبه في القران امينة وي وزن القران يومين هو قاعد في الدار خرج عمر بن الخطاب
قال لهم هذيك البقولة الشهيرة هذيك ماشي هي من قال محمد مات وهذيك تعرفوها الكل. بي لو بروبليم إلي هو ومن بعد راحت الخلافات هذيك. بي أنا نقول لكم محمد إلى إكزيستي سيغتان جور إلى بي نوف فام سي با 11 نوف فام نو سيمولتاني جو دي إلى يو بلوس بوتيت. بي لو بروبليم إلي هو واحد ما جاب الحكاية الصحيحة فهمتوا باش نحكي لكم بالدارجة. السلام عليكم. القرآن هو اللي صحيح هذا ما كان ميرسي وي معتز صملا إلا ما تغلقش المايك نهبطك تخوك أنا نغلقي اللايف تاع المايك تاعنا مش عارف لك كيف فتحها شوفي أمينة تفتح ميهوب ميهوب السلام عليكم معتز. سلام لاباس خوياك مليح صح حبيت نسقسيك برك دامك دوك راك تقولوا بلي ما اكزيستي والو وهذه ما اكزيستيش اسك تامن بلي راح تموت ولا ما تموتش؟ نو ما نموتش ما تموتش او حتى مانيش عارف منين جبتها هذه هذه بنيتها في راسك ما تموتش لا ما نموتش انا علاه تخلد انت في الدنيا هذه وي ما على بالكش بها العلم دروك توصل بلي انه تقدر دير اوبيراسيون تبقى عايش الرسول صلى الله عليه وسلم توفى الرسول والرسول كان في هذاك وقت هذاك وكان ما ياكل والو قال الرسول الرسول در مات بسم معليش حتى يهودي وعلاش وعلاش تتقلق كي معليش ما تزعفش علاه تتقلق كي واحد شغل يبدا يهضر لك في لا فيريتي تتقلق وبدا تقول اهبط علاه باسكو لا فيريتي هذه تاعك باغي نسقسيك انت يا وليك ماشي انا مانيش نهضر انا راني نهضر لك انت انت باسكو كرك عارف واش قلت كرك عارف واش قلت اكثر من هذا اللي كان قبلك غير ماكش عارف برك فقط على باليش انت مسلم انت مسلم سني انا تقول الحمد لله وعلى الحمد لله مسلم سني ايوا هاد السيد هذا تعرف القصه تاع الرسول كي تزوج بزوجه تاع ولده ولا ما كاش منها يا ودي تبع روح تبع عاود استفسر عاود استفسر انا البارح كنت نشوف فيك كنت مع دوك الجدراري وهذيك الطفله راك فاهمني يعني قصه زين بن الحارث اسمع يا اخي راك تقول باللي انا عندي موسوعه وكدا وعلاش تامن بالاحاديث وما تامنش واش قال ربي سبحانه وهذو خلقهم مخلوقين كما انا وانت يعني هذه موجوده في القران ايه قرانيه ما تامنهاش علاش انت اسمح لي جاوبني برك يا ميهو سيامينا ثاني لالا فاميتي وفاميلي علاش تآمن بالأحاديث ما تآمنش واش قال ربي سبحانه يا أخي أنت كنت راك مرتد ياك أنت مرتد راك تعرف القرآن يا أخي مليح راك قاريه مليح القرآن وعلاش تآمن بالأحاديث وما تآمنش بالقرآن هيا جاوبني برك ولا ماكش حاب تهبط غادي نجاوبك يا إبراهيم إبراهيم غادي نجاوبك سيريو دروك بكسي عنك خويا انا كافر بالقران وكافر بالسنه انا من امن لا بالقران لا بالسنه وعلى تعطينا الادله معليش تسمع باش نكمل لك باش تفهم باش الناس ما يضحكوش عليك هذو 700 واحد اسمع مليح باش ما يضحكوش عليا ما يضحكوا عليك انت ما يضحكوش انا ما يضحكوا عليك غادي نقول لك علاه انا من امن لا بالقران لا بالسنه لا محمد لا بالله لا والو اسمع باش نفهمك اسمع مازال ما كملتش لارجيمو تاعي هذه هي المشكله تاعكم باسكو تسمعوا جمله وما تكملوش ما تسمعوش ما تركزوش عندكم مشكل تاع تركيز وهذه كيما قالت لك امينه نتحداك انت الى ثاني لي بارون تاعك ماهمش فاميليا ولا جدودك ولا ماهمش فاميليا باسكو عندها علاقه بهادشي هذا الوغ جو ريبيت انا ما نامنش بالقران وما نامنش بالسنه انا كي نجيب لك السنه ولا نجيب لك القران باسكو نلزمك بما انك نسقسيك توجو نسقسيهم كيقول لي انا مسلم سني نلزمه بالنصوص اللي امن بها صافي اسمع لي انت تقول الرسول صلى الله عليه وسلم عام تزوج مع بنت الرسول تزوج مع بنت خوه ولا مع بنت وليده مع بنت وليده وليدو بالتبني زيد بن الحارث مالا جدك مالا تاني جدك دارها مع بنت وليدو وانت خرجت انت
معليش تسمع معليش لا تقبلها على جدك مال جدك بابت باباك دارها مع وليدك تفهم العربية ولا معليش تفهم العربية ولا ما تفهمش تقبلها وش راك تهدر تقبلها على نفسك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه جدك دارها مع وليد وليده ولا وليد بنته باخرجت انت معليش ما كاش مشكلة ما كاش انت شوف لازم لك حاجة نصيحة سي إبراهيم تفهمش العربية إبراهيم نفهم مليح أما اسمع معي شيخة كيما من فتعلي شيخة فقط اسمع معي زوج دقائق بعد النار لا ماشي لو سمعنا وش راك تسمع اغلق المايك خويا اغلق المايك تاعك من فضلك اسمع معي ننتقل بقى منين لزينب ولزوجها كان رسول الله اذا غاب زينب يذهب فيسأل عن زيد ملك إيه فذهب مرة فرأى زيد فلما دخل عليه وريح هذا انسان كيما انت وانا يعطيني من الفقه والسنه اعطيني دليل هذا نقدر انا ندير لك تسجيل ونسمعك ما عندي قصه هذا راح معليش نقدر ندير لك تسجيل ونسمعك انايا هم بزافهم يحرفوا لا انت كيما راك تهضر على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وتتهم وكذا الناس انت ما تقبلش كي يتهموك انت على ما تقبلش كي يتهموك انت البارح السيد قالك انت ما عندكش الوراق في النرويج وكذا وهادي ما تقبلتهاش قلت له راني زاير هادي الامريكان كندا النمسا هادي انت ما تقبلتهاش على نفسك لازم كيما تتقبلش على نفسك يا ميهوب ما تتقبلهاش على ناس واحد اخرين وراك تهضر في كلام خاطيك بزاف علاش راك تدير هكذا فهمني برك راك بسيكوبات راك عندك مرض نفسي ولا ما على بالناش علاش راك تدير هكذا وعلى علاش راك معليش ابراهيم انت اسمح لي انت يا البارح معليش ابراهيم تسمح لي جمله واحده ومن هاو لك باسبور ديالي وليدي هنا انا سمعتك نقدر تسمعني جمله واحده نسمعك خو نسمعك ماشي مشكل معليش تقدر تقلب التليفون تاعك اللي راه عندك وتكتب صوره الاحزاب 37 ما نقلبش تليفون هذا علاش نقلبه انا راني نسوق وني نهضر معاك ما عندكش دروات تسوق وتهضر معايا اخويا ماني نهضر بالاسم وبالمايك لا ما عندكش دروات تسوق وتهضر معايا باسكو سي احنا اسمع احنا في فرنسا نورمال نو بس ما اني حبك تسمع الى توقف باسكو اني نقولها روح اني احبس هيا روح اني قاريك هيا روح احكي هيا ميرسي يعطيك الصحه قلب فقط الباجا ولا لا ما عندكش تليفون اخر بالك عندك غير هذا تليفون عندي ثلاثه في يدي عندي ثلاثه هيا تريبيا اكتب صوره الاحزاب رقم 37 ولا اكتب لما قضى زيد منها وطرا اكتب بصح اسمح لي انت بصح انت بالك القران اللي راه عندك محرف ياك وكاينه حاجه برك كاينه حاجه نقولها لك علاش تقدر تكتب سوره الاحزاب 37 ان شاء الله برك ان شاء الله بك ربي برك يا بوقوقو يا راس البغرير على ما مسوش الكعبه الشريفه يخي ها رحتوا شو الكعبه على بالكم باللي تماك الكتاب ينغلق عليك تم على بالك بها انت يا عدو الله وعدو الرسول وعدو الصحابه اهدر جاوب تقدر تقلب الباجا وتكتب في صوت جاوب يا عدو الله جاوب انت عدو الله والله ويجيبوك للحراش غير يصرى فيك المنكر والله غير يصرى فيك المنكر لك حل وعلى بالك قلبك راه مدود ما تدخلش البلاد انت راك منفي وراك مسينيالي في البلاد ما تدخلش يا كلب يا حثالة يا نجس ما تدخلش الجزائر تقدر تجيب لي الايه تدخل الجزائر انت وانا على بالي عليه ما تدخلش انت الجزائر ما تخليليش نفتحك في اللايف
لا ما تفضحنيش. خاشلو كان نفتحك في اللايف على ما تدخلش في ما تدخلش للجزائر. هم قاعد يهبطوا. يا هبطوا. ما تقولهمش ما تقولهمش برايم دوك يهبطوا. والله ما تدخلها للجزائر. لا انت راجل برك. مش من فضلك. لا ما دير لايف. دير لايف. وبعث لهم قول لهم يا ناس ها شوفوني راني في الجزائر. ها معتز قال لي ما تدخلش الجزائر. انت راجل. ليش معتز؟ تقدر تقول لي انت راجل. ما تقوليش اقلب. والله سورة الأحزاب من فضلك راس 37 آية قرآنية لما قضى زيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لما قضى زيد منها وطرا تحوسناكها عبك عندك عندك مني شفالك وانت عائشة زيد ومنا وهادي وهادي واللي راهم معك اللي راهم معك قاموا التليفون للراجل يخرج من التيك توك ويجي نقولوا له في وجهه كما بالوا لك في وجهك يا رخيص تقدر تحل الكاميرا تاعك تقول هذا الكلام الا انت راجل ناجس نتايا انت ناجس عباك علاش انت ناجس هم لا يسبوا في ربي سبحانه ويسبوا في الرسول على ما تبلوكيهمش يا رخيص انت رخيص ياك راني في الالمان جي لي الالمان راني فرانكفورت اروح نتلاقاو في فرانكفورت اروح نتلاقاو في دورتموند اروح نتلاقاو في دورتموند قرب لك الحاله اروح يا اخي ماكش بعيد اروح تما ودير لايف برا ما ديروش كي الولية معليش قلت لك تقدر تشوف صورة الأحزاب وتشوف الرسول كي هناك الزوجة تولدو الله يديرو الولية مخبي في كهف هكدايا معليش عايش معليش معليش حقيقة مر ليش مسمي روحك إبراهيم معتز ومتخبي في الغرية صغيرة وتهدر تقدر تقلب يعني راه مصيبة مسلم ما يعرفش الآية إنه الرسول تزوج بالزوجة تاع ولده وحرم التبني دين ربي يعني مسلم معليش يا بطل ما يقول لي جدك وكل شيء ما يرها مني ما يعرفش المعلومة بكني مخلوع يعني مسلم ما يعرفش المعلومة بلي الرسول تزوج بزيد يعني بزينب بنت جحش زوجة تاع ولده بكسي عنك خويا بلي ربك وكان يسمع فينا ما هوش جديد ولا هذاك سمع البارح دوك ثلاثة كي قلت لهم الآية قالوا لي والله ما كان منها خلاص منهم ما راحش بحث ولا وهاد الناس اللي ميتين بالخوف بكسي انك خويا بلي ربك على بالك ما قدرش حتى يبحث يدخل يبحث ويشوف يفيريفي يما واش كاين في الجزائر واش رانا معمر رانا عايشين يعني آية قرآنية ما على بالوش آية قرآنية نكرها خليك مكاش منها بورتو قصة زيد راهي من أشهر القصص يعني راه رواها دروك الشيخ الشعراوي راه رواها تقريبا كل العلماء المسلمين يعني معلومة بسيطة جدا جدا ما نحتاجش تكون قاري بزاف ولا مختص في العلم باش تعرف بلي الإسلام حرم التبني ما كان محمد أبا أحد هذه تاع الآية علاه جات راه من تزوج بالزوجة تاع ولده اللي كان متبنيه زيد بن الحارثة يعني معلومة بسيطة جدا 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 شتو الجهل كيفاش راه داير يما الله يهدينا ما نكذبش عليك انا عمينا كاين بزاف ملحدين لو كان جات في خاطري نسقسيهم هو شغل الارض والله العظيم كاين واحد الملحدين كيما بار اكزومبل هذا حسيني سان هذا ثاني نورمالمون نسقسيهم هو شغل الارض عباك عندهم واحد الانتيليجونس عباك الاي كيو نتاعهم واحد مانيش عارف 40 ولا 50 ولا بار اكزومبل كيما هذا حسيني سان فرانشمون انا باقي مخلوع كيفاش ما يفهموش كيفاش ما باك ما غير هكا تبنت له في راسه حاجه يكتبها تبنت له خريه يطلقها ما يخممش ما يخموش كاع ما يخموش تبان له باسكو موالفو كيما هكا في الجزائر ما مورغري يخرجوا من الاسلام ولا تبان له خريه يكتبها هكا في الخدعه اي بونس با ما يخدموش عقلهم هكا تربينا وكبرنا كيما هكا وكلش والفونا ما كاش مسؤوليه كاش باسكو علاه كي تهضر والديك راهم واحد طيب واحد يدير لك ما على بالهمش بك واش تخرم فمك هنا نو هنا كي يهضروا معاهم والديهم يقول له واش قلت وليدي ريح معاه ويريح داه ويقول له وعلاه قلت هذا الكلام بوكو تادي سا علاه قلت هذا الكلام كيفاش وكيف كيفاش وصلت لهاد لا كونكليزيون ويحوسوا الولد هذاك لا بروشين فوا يخمم يعلموه يخمم قبل ما يهضر قبل ما يدير ادعاء يخمم Je peux, Mehoub? Oui.
Moi, ça me choque de plus en plus, de toute façon. Et puis, ils ont tellement idolâtré leur prophète là, que pour eux, c'est une idole où je ne comprends pas. Alors que lui-même, il a dit, genre, on peut le critiquer, on peut l'insulter comme on s'insulte entre nous, il n'y a aucun souci. اليوم يا عصام لا حبيتي تسبيه حلي اللايف وديري اللايف وسلي وحلي تصويرتك وسبي على كتبي لا حبيتي تسبي منها نو 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 مي جي سي با سا سي كو ما يقول لك وحي يوحى اليه الله يقول لك وحي يوحى اليه ويقول لك الخوت تاعو كيفاش كان تناقض دوك يطلع عندك واحد مسلم يقول لك الرسول نو الرسول كان يعني انسان ما يخطاش لانه كان وحي يوحى اليه ويعطيك الايه القرانيه كاش تيفادير تعطيلو الحديث مع الايه Ah, ils sont tellement bornés dans leur tête que même si tu leur dis quoi que ce soit, ils vont. Excuse-moi, Sam, mais là, c'est toi qui est borné un petit peu. Parce que l'aïa m'a kmeltihach, ma ana illa basharon mitlukum yuha'i. C'est-à-dire. Non, mais je ne comprends pas pourquoi parler pour parler, pour s'attaquer aux musulmans. Non, on n'est pas là pour. Je m'attaque à personne. Sam, je suis en train de parler, si tu permets. Est-ce que tu peux fermer ton mic? Je suis en train de parler. Merci. Là. Tu te trompes de live, je ne sais pas si tu es nouvelle ou pas. On n'insulte pas les musulmans, on ne manque pas de respect aux musulmans. On ne parle pas des musulmans, tout simple. Donc là, on parle des textes. Tu veux parler de textes, tu as quelque chose à ajouter. Ok, marhaba bik. Si tu veux aller dans ce sens, va dans un autre live ou ouvre ton propre live et insulte autant que tu veux. C'est ça, c'est pas notre politique. Peu. Vas-y, ma chère, vas-y. Okay. احنا عندنا استراتيجيه واضحه اون بارل با دي ميزيلمون حنا نهضروا على لي تكست tu m'as complètement interprété mal c'est pas ce que j'ai dit ils mentent les musulmans ils disent à Mihoub qu'il insulte à Rasoul leur prophète il insulte ceci il insulte cela j'ai dit s'il avait un petit peu compris il y avait on n'insulte personne c'est pas la personne qu'on attaque Lui-même, ça te plairait qu'on te traite de borné? Hein? Est-ce que ça te plairait, toi, qu'on te traite de borné? Ben, si je comprends pas les choses, oui. Si Mais je là, maintenant, est-ce que ça te plairait si je te traite de borné? Maintenant, là, maintenant, tout de suite. Ah ben non, ça me plairait pas. Ah ben, c'est pareil pour les autres. On vient pas traiter les gens de borné. معليش معليش يا سامنا راكي جاني صغيره وراكي معانا و سي بيان سا بوغ توا باسكو سي تري امبورتون سا في الفيتور سيرتو المانيير هادي باسكو على بالك غادي تبقى توجور سوليد كي تهضري على لي تكست اون جينيرال و بي با سوسي كاع نغلطو دي فوا و فيهم لي يسبو كلش معليش معليش ما شيخ غير بقاي معانا بقاي معانا دوك نخلوك تهضري وتقصري معانا وكلش فازي محمد السلام عليكم محمد الو السلام عليكم وعليكم السلام معليش عندي برك واحد المداخله الا كان حبيت تسمعني الو انا حبيت نسقسيك حاجه برك اذا كان تسمعني بون انا مسلم وافتخر باسلامي انا ما نسبك ولا ما تسبني ولا اعطيني برك مجال نتناقشوا اسمعني ونسمعك راك معايا الو انا نسمع فيك خويا ماكش تشوف فيا